يصف بعض الناس الإقلاع عن التدخين بالشعور وكأنك تفقد صديقاً. طالما أنك تدرك أن هذه مجرد مرحلة وأن ما تشعر به أمر طبيعي، يمكنك تجاوز الأوقات الصعبة والاستقرار في الشعور بثقة أكبر بدون سجائر. كلما دخنت أكثر زاد احتياجك إلى النيكوتين للشعور بالراحة، والنيكوتين هو مادة كيميائية موجودة في التبغ تجعل الإقلاع عن التدخين أمرا صعبا. وعندما تحاول التوقف فإنك تواجه تغيرات عقلية وجسدية مزعجة، وهذه هي أعراض امتناع عن تعاطي النيكوتين. ولكن حتى إذا كنت تدخن لسنوات عديدة، يمكنك عكس هذه الآثار والاستفادة من الفوائد الصحية من الساعات الأولى التي تتوقف فيها عن التدخين. بعد 20 دقيقة فقط من التوقف عن التدخين، سوف ينخفض ضغط دمك وينبض القلب بمعدل طبيعي. بعد ساعتين، سوف يزداد الاضطراب النفسي المتمثل في القلق والحاجة إلى الأكل بشكل مفرط، إضافة إلى الرغبة الكبيرة في التدخين نتيجة لاستمرار وجود النيكوتين في الدم. بعد 8 ساعات من تركه، ستنخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون وتزداد نسبة الأكسجين حتى تتوازن وتصبح طبيعية. بعد تجاوز يوم كامل بدون تدخين، ستصبح احتمالية إصابتك بذبحة صدرية أقل بكثير. بعد تجاوز يومين، ستتحسن حاسة الشم والتذوق لديك نتيجة لتحسن النهايات العصبية في جسمك. بعد 3 أيام، سيتخلص جسمك كليا من النيكوتين وستستطيع التنفس بشكل أسهل وأفضل. بعد مرور شهرين إلى 3 أشهر، سترتفع كفاءة الرئتين لتصبح 30%، وتتحسن الدورة الدموية في جسمك لتصبح حركتك أسهل. أما بعد مرور 9 شهور، تكون عملية تنظيف الرئتين من النيكوتين قد اكتملت، فنتيجة لذلك تزداد الحركة وتكون أسهل، إضافة إلى انخفاض الاحتقان الذي يحدث في الجيوب الأنفية، وتصبح عملية التنفس أسهل. بعد عام كامل من ترك أو التوقف عن التدخين، ستصبح مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين والقلب أقل، وتحديداً المتعلقة بالشريان تاجي. وخلال 2 من تركه، ستصبح معدلات التعرض للإصابات بنوبات القلب طبيعية جداً. بعد 5 سنوات، يقل خطر الموت نتيجة الإصابة بسرطان الرئة والمريء إلى النصف مع مقارنة ذلك بالشخص المدخن، إضافة إلى الإصابة بالسكتات الدماغية المختلفة. أما بعد 10 سنوات فأكثر، فستقل نسبة الوفاة نتيجة للأمراض الأخرى، نتيجة لاستبدال الخلايا السرطانية بأخرى أكثر نقاءً. الذي يساعد على ذلك أيضاً هو العناية بالنظام الغذائي بحيث يكون صحي ومتوازن، والعناية بالنظافة الشخصية ومعالجة الآثار التي تركها الدخان كمشاكل الأسنان واللثة، إضافة إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية.